السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. المضاربة ببساطة شكل من أشكال الاستثمار، ولكنه يتسم بالمخاطرة العالية. فالمضاربة تتضمن الدخول في صفقة مالية مليئة بالمخاطر، يتوقع منها تحقيق أرباح من التقلبات في القيمة السوقية للأصول المالية. في المضاربة مخاطر عالية وخوف من فقدان الحد الأقصى وربما كل رأس المال الذي تم إنفاقه في الاستثمار، ولكنه في المقابل يوجد احتمال بربح كبير. إلا أن الآراء تباينت بشأن المضاربة، فيرى البعض أنها تسدي خدمات أساسية للسوق، منها القيام بدور مثبت الأسعار في مواجهة تقلباتها الناتجة عن متغيرات العرض، بينما يتهم البعض الآخر المضاربة بأنها نشاط غير أخلاقي تنطوي على ممارسات مبنية على الجشع والمقامرة بالأموال وليست لها فائدة اقتصادية تذكر. وللجدل الدائر حول مفهوم المضاربة وتداعياتها على عالم الاستثمار والأسواق، سنخصص حلقة اليوم من برنامج فقه المال للحديث عن المضاربة وحكمها الشرعي مع فضيلة العلامة الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. المضاربة في الإسلام ماذا تعني، وهل تنطبق أو ينطبق هذا المفهوم على ما يجري الآن؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إخوتي وأخواتي، أحييكم جميعا بتحية من عند الله مباركة طيبة، وهي تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حقيقة ما تفضلتم به في التقرير هو ينطبق على المضاربات أو على معظم المضاربات في البورصات العالمية وحتى البورصات المحلية، ولكن المضاربة في الفقه الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية عقد عظيم وعقد أساسي يقوم على أساس التعاون بين الشخصين، بين صاحب المال الذي قد لا يستطيع أن يستثمره الاستثمار المطلوب لأنه ليس لديه الخبرة الكافية، وبين شخص لديه خبرة ووقت وعمل وهو قادر على تثمير هذه الأموال وعلى إدارتها وعلى تدويلها وعلى التجارة فيها، فيتفقان على وهو هذا التعاون العظيم، يتفقان على أن يكون للمضارب نسبة من الربح وللصاحب المال نسبة من الربح. قد تكون هذه النسبة 50-50 وقد تكون 60-40 على حسب الاتفاق. حسب الاتفاق. هذه المضاربة الشرعية، تسمى المضاربة في خاصة في المذهب الحنفي ومذهب الحنابلة، لأنه أهل العراق يسمونه مضاربة، وأهل الحجاز كانوا سابقا يسمونه بعقد القراض أو المقارضة. يعني الآن لما تقرأ في كتب المذهب المالكي لا تجد كلمة المضاربة، تجد كلمة القراض أو المقارضة، والمعنى واحد. هذا العقد حقيقة أيضا يعني كما قلت تعاون على جمع بين أصحاب الخبرات، وهو عقد نافع لأصحاب الأموال كما أنه عقد نافع لأصحاب الأفكار، كما أنه يساهم حقيقة في التقليل من نسبة البطالة، لأنه كثير من الناس عندهم خبرة لكنهم ليست لديهم الأموال، فهذه الأموال لما تعطى لهم تشغل هؤلاء، بل تشغل من يعملون معهم، فهي حقيقة عقد مفيد وعقد نافع. ولكن أيضا في بعض المخاطر حقيقة، هذه المخاطر خاصة إذا كان الشخص ليس مؤتمنا، من ناحية الشرعية المضارب أمين، معنى أمين أنه يصدق، وبالتالي حينما مثلا أنا أعطي مالي لزيد من الناس وحينئذ هو يتاجر، في آخر السنة يقول أنني خسرت مثلا، فطبعا القاعدة العامة عند الفقهاء وعند جمهور الفقهاء أن الشخص يصدق باعتباره أمينا وباعتباره وكيلا، لكن حقيقة نحن في العصر الحاضر بسبب كثرة المشاكل وسوء الإدارات وصلنا إلى نتيجة بأن المضاربة وإن كان أمينا، ومعنى الأمين أنه لا يضمن إلا عند التعدي أو التقصير، ولكن إثبات التقصير أو التعدي يعود إلى صاحب المال، وقد يكون ذلك صعبا
لأنه أنا غايب المال غائب عني، فكيف أثبت بأنه قد تجاوز؟ وليس لدي خبرة في هذا ليس لدي الخبرة. فلذلك وصلنا بعد مناقشات مستفيضة ودراسات، وأنا قدمت الدراسة إلى مجمع المجمع الفقهي الإسلامي تابع لرابطة العالم الإسلامي قبل 25 سنة، قلت لابد أن نخطو خطوة، لا نقول إن المضاربة ضامن لأنه هذا غير جائز، ولكن نحمله عبء الإثبات، بحيث إذا ادعى أنه خسر أو أن الأرباح لم تكن موجودة حينئذ لابد أنه هو يثبت وليس رب المال يثبت. وهذا رأي حقيقة بعض الفقهاء، خاصة رأينا أنه هناك من الفقهاء القدامى يقولون عندما يغيب المال على الشخص فيكون هذا الشخص ضامنا، وهناك أيضا رأي بأنه إذا كثرت الاختلاسات والسرقات والمشاكل أيضا يجوز كما فعله الصحابة الكرام بالنسبة للأجير العام، أجير العام مثل الخياط مثل السباك، فهؤلاء سابقا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك نص على تضمينهم، ولكن في عصر عمر رضي الله عنه وافق معظم الصحابة ومنهم سيدنا علي وسيدنا عمر على تضمينهم، وبالتالي خطونا هذه الخطوة وبحيث يكون في شيء من الضمان. أيضا من الأشياء التي حقيقة توصلنا إليها بالنسبة للمضارب حتى يعني نخفف من خوف رب المال، أيضا جواز أن يكون هناك طرف ثالث مثل حكومة أن تضمن هذا المال، وهذا يحدث أيضا بالنسبة لل يعني الأمور التنموية والأشياء التنموية والأنشطة التنموية أو الأنشطة التي تخص البنية التحتية، لكن الدولة محتاجة. المقصود هنا بالضمن الثالث هو ضمان رأس المال أم ضمان العملية؟ لا ضمان رأس المال. العملية. مثلا كيف الآن أذكر لك، يعني الآن تأتي شركة وتعطي الأموال للشركات القطرية، شركة أجنبية، شركة أجنبية إسلامية تخاف أو بنوك الإسلامية من أنها تكون هناك خسائر، الدولة تقول لا ادفع هذه الأموال لهذه الشركات وأنا أضمنها، فهذا يسمونه ضمان الطرف الثالث. طيب. فهذا ضمان الطرف الثالث أجازه المجمع، بالإضافة حقيقة عملنا دراسات مثل ما يسمى دراسة الجدوى، دراسة السوق، التحليل الاقتصادي، كل ذلك للتخفيف من يعني من أعباء ومشاكل المضاربة باعتباره فيه بعض المخاطر. هذه عن المضاربة في الإسلامية. نعم. لكن دعنا نتعرف على المضاربة التي تسير على أرض الواقع، لكن ننوه لمشاهدينا الكرام أننا الآن نبث هذه الحلقة على الهواء مباشرة على الفيسبوك على صفحة الجزيرة مباشر، وننتظر أسئلتكم وتعليقاتكم والتي سنوجهها بالتالي للدكتور علي القرادعي. طيب المضاربة. نعم. بشكلها الحالي ماذا تعني وما وضعها في الشرع؟ بشكلها الحالي لها عدة أنواع حقيقة كما يحدث في البورصة. هناك نوع من المضاربة يتفق الشخص مع رب المال مع صاحب الأسهم ويعطي له الأسهم دون أن ينقل إليها، ويكون هناك مجرد مثل إقراض اقتراض، يعطيه قرضا ويخصص له فائدة. هذا النوع طبعا حرام لأنه يتضمن قرضا ويتضمن فائدة، يتضمن قرضا بفائدة، بالإضافة إلى هذا حقيقة مخالف جدا، يعني مجرد عقد صوري وليس واردا على محل معين، وحينما تتم الصفقات حقيقة الشخص المضارب يأخذ مجرد الفروق بين الصفقات وليس هناك شيء، لأنه هو مجرد هو يبيع دون القبض ويبيع، لأنه البورصات العالمية تسمح بهذا النوع، فهذا النوع بالتأكيد هو طبعا محرم. هناك نوع آخر وهو أن الإنسان يشتري، هذا النوع الثاني، يشتري كميات حقيقية ولكنه يريد بها الإضرار بالبورصة أو إضرار بشركة معينة، مثل ما فعله جورج سوروس، هذا رجل اليهودي الذي كان ومستثمرا كبيرا وجمع أموالا كبيرة، فدخل في أسواق وبورصات الدول الست ما يسمى في السابق في التسعينيات 1997 كان هناك مجموعة ظهرت تسمى النمور الستة، فأراد أن يضر بهذه النمور الستة، فاشترى بمليارات الدولارات من هذه الأسهم، ثم مرة واحدة طرحها للبيع،
فأدى إلى اهتزاز الأسواق. وفي نفس الوقت كان يعمل أيضا، اشترى وضارب في كمية كبيرة من النقود والعملات لهذه الدول الست، وكذلك طرحها مرة واحدة، فأدى إلى ضرب أسواق البورصة وضرب كذلك العملة، فحدثت كما يقولون هذه الأزمة العالمية التي تدخل فيها صندوق النقد الدولي. هذا النوع أيضا محرم لأنها إضرار بالآخر. هناك نوع ثالث الذي يعمله إخواننا هنا، أن الإنسان يدخل في السوق يشتري أسهم، وحينئذ لما يرتفع سعره يبيع، فهذا النوع إن شاء الله لا بأس به، ولكن أيضا لا بد من الضوابط الشرعية. من أهم الضوابط الشرعية فعلا أن يشتري ويسجل باسمه ما يكتفى بالشفوي، وهذا طبيعي جدا. والأمر الآخر أيضا أن يشتري أسهم الشركات المباحة الخالصة، أو على أقل تقدير إذا اشترى من الشركات المختلطة لا بد أن يقوم بترقيتها. وشرط آخر أنه أيضا كما قلت أنه لا يريد الإضرار إذا يعني وجد أنه يعني لا يركز على شركة معينة للإضرار بها، وإنما يريد أن يتاجر بهذه الأسهم. لكن هل يعني فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من هذه المضاربات الشرعية، ليست مضاربة فقهية، أي بيع وشراء عملي وليس فيه ما إضرار، ويتم فيه القبض ويتم فيه التسجيل ومحل العقد مشروع. طيب هل يعني كلام حضرتك أن هناك الفرق الوحيد ما بين أن تكون المضاربة غير شرعية وشرعية هي النية في قصد الإضرار وعدم الإضرار؟ لأنه من الممكن أن يكون هناك لديه الكثير من الأسهم التي يقوم ببيعها، فيحصل أصلا أيضا أن تهبط أو يهبط السوق أو هذه الشركة، لأن لديه الكثير. هل النية فقط هي المعيار؟ لا هناك معياران. معيار الأول عدم الإضرار، هذا كما قلت. المعيار الثاني أيضا كون العملية مشروعة، يعني احنا ضربنا ذكرنا النوع الأول. النوع الأول الشخص يأخذ أسهما بالقرض وبفائدة، فهذا غير جائز. ولو هذا أنا أقصد في مثال الإضرار بالتعمد بالبيع والشراء بقصد الإضرار بهذه بهذا السهم أو هذه البورصة. خلينا نعيدها. النوع الأول أن يكون الشخص لا يشتري، يقترض أسهما من مالك الأسهم بفائدة ثم يتاجر بها، هذا طبعا غير جائز لأنها فيها فائدة وفيها أيضا عدم وجود الملكية الكاملة وعدم القبض، وأن الفرق الربح إن صح التعبير هو هذا فرق بين يعني الصفقات. النوع الثاني الإضرار. النوع الثالث أيضا الذي هو محرم، إذا اشترى الإنسان أسهما غير مشروعة، مثل أسهم البنوك الربوية والتأمين التجاري، الشركات التي أصل نشاطها حرام، مثلا الخمور والأشياء. أوضحت ذلك فضيلتكم في السابق فيما يتعلق بأن هناك ثلاث أنواع من الشركات. شركة يعني تعاملاتها حلال، فبالتالي شراء الأسهم فيها حلال، والشركة التي أصل نشاطها حرام فهذه حرام، والشركة المختلطة يحدث فيها تنقية وفيها آراء مختلف عليها بين الصحة وعدم الشرعية. لكن فيما يتعلق بفكرة شراء الأسهم الكثيرة ثم بيع هذه الأسهم والتربح منها دون قصد الإضرار، ما يجوز. لكن إن توفرت نية الإضرار هنا تكون حرام. هذا يجوز، وهذا ما يحدث لإخواننا الذين يتاجرون بالأسهم، وبشرط أن تكون محل الأسهم أيضا حلال وأن لا يقصد به الإضرار. أشكرك دكتور حتى اللحظة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، بعده نتعرف على تعليقاتكم وأسئلتكم التي أوردتنا عبر تغطية البورصة وصفحة الجزيرة المباشرة على الفيسبوك. انتظرونا. نبدأ دكتور بهذا الحساب لحسن، يقول هناك شركات تطوير عقارية تعرض على المشتري ما يسمى بالباي باك، أي عرض إعادة شراء العقار منه بعد فترة معينة بربح معين، مثلا إعادة شراء العقار من المشتري بعد سنتين بربح 20%، وهذا العرض اختياري لكنه ينتهي بعد مرور سنتين على عملية الشراء، فهل هذه العروض بها شبهة ربا؟ وبهذه الطريقة قد لا تكون مقبولة شرعا، لكن الطريقة الشرعية هو ما يسمى عن طريق الإيجار المنتهية بالتمليك. يعني مثلا زيد من الناس عنده عقار، عنده بيت، يبيع هذا البيت فعلا لعمر أو لخالد،
وخالد يشتري ويسجل باسمه صار هذا العقار ملكا له حقيقة، ويتحمل الهلاك والتبعات وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك بعدما تم هذا العقد وهذه الصفقة وتم التسجيل، يقوم خالد بإعادة التأجير لزيد بإجارة منتهية بالتمليك بعد سنتين. وطبعا يعطي له، ويجب أن تكون الأجرة معقولة، مش كل الفلوس تقسط على إذا سنتين على 24 قسط، هذا غير جائز طبعا، لأنه هذا ليست إجارة، هذا يسمون بيع التأجيري، لكن أنه يأخذ أجرته. ثم بالأخير بعد سنتين يبيع خالد الذي هو صاحب العقار يبيع عقاره لمن؟ لزيد بالقيمة المتفق عليها. فبهذه الحالة جائز، وهذا ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك. طيب أنيس يسأل: كيف نحكم على معاملات بنكية شرعية ضمن بنك إسلامي ولكن هذا البنك جزء من منظومة بنكية غير شرعية يتحكم فيها البنك المركزي الوطني؟ هذا الكلام حقيقة ربما يقصد به نوعين، يقصد بها نوعان أو يقصد به نوعين. النوع الأول الفروع للبنوك التقليدية. الآن إذا وجدت الفروع للبنوك التقليدية، ما دامت هذه الفروع إدارتها مستقلة، وما دامت هذه العقود تحت إشراف هيئة شرعية، فإن التعامل مع هذه الفروع جائز، لا بأس به، لأن العبرة بالعقود. وأما بنك المركزي أو البنك الأم فهو وافق بنك المركزي، لا يمكن أن يفتح فرع إسلامي إلا إذا وافق البنك المركزي، وإذا وافق البنك المركزي معناه يجب أن يكون الفرع ملتزما بأحكام الشريعة. هذا النوع الأول. النوع الثاني يقصد به أن البنوك الإسلامية أيضا تابعة للبنك المركزي، لكنها أيضا رغم أنها تابعة للبنك المركزي، لكن البنك المركزي أصدر قرارا وقانونا من الدولة بأن هذه البنوك تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي البنك المركزي لا يفرض على البنوك الإسلامية حسب علمنا إلى الآن شيئا مخالفا للشريعة. ولكن التخوف ربما فضيلة الدكتور فيما يتعلق بعلماء السلطة كما يقول البعض، وهناك أيضا بنوك الإسلامية، يعني هناك تخوفات في الواقع لدى الكثير بأن هذا بنك إسلامي في التوصيف لكن المعاملات تتشابه كثيرا مع البنك التقليدي. على الإنسان أن يتحرى، لكن إذا كان البنك، إذا كانت الدولة ملتزمة وإذا كان هناك هيئة شرعية محترمة يخافون الله سبحانه وتعالى، فإنسان يثق به إن شاء الله. طيب عادل، هل شراء منزل بالدين حرام شرعا؟ بالدين مش كده؟ بالدين لا، ليس حراما. لماذا حرام؟ متى يكون حراما؟ إذا كان الإنسان غير قادر على الأداء وهو يعلم ذلك. أما إذا أنت حسب علمك أنك قادر على الأداء، وأيضا العقار نفسه أيضا ضمان، فلا مانع من هذا الشراء. بالعكس هذا مطلوب خاصة في وقتنا الحاضر، بدل ما تعطي الأجرة لماذا لا تشتري أصلا أو عقارا حتى تكون مالكا. طيب عياد مصطفى، أنا اشتريت منتجا من موقع إلكتروني ولم أستلم المنتج، رفعت شكوى ضد البائع وقام الموقع الخاص بالبيع بإعادة الأموال التي قمت بدفعها لي، وبعد فترة وصل المنتج الذي اشتريته، هل رجع المال للبائع أم لا؟ يجب عليه أن يرجع المال. صحيح. أبو عبد القادر يقول: ما حكم المساهمات المالية التي يجمعها الموظفون فيما بينهم؟ المساهمات المالية ربما المساعدة، يعني من يتعثر في شيء، ما في، بالعكس هذا تعاون على البر والتقوى وليس في شيء. ربما يقصد أنه مرات يعملون، يعني يجتمع مجموعة من الموظفين ثم يعطون ما يجمعوه، ما تسمى بالجمعية تقصد؟ أي نعم. إذا أيضا في نظري ليس به بأس، ما في مشكلة ما دام ليس فيه زيادة، ما في شيء. السلام عليكم. حليم يسأل: عندي سؤالان، ما موقف الشرع من شركات المساهمة وما موقف الشرع من تعاملات شركات التأمين؟ الشركات المساهمة من ناحية شرعية إذا كان نشاطها حلالا فحلال، وإذا كان أصل نشاطها حراما فهو حرام. فهذه حكم الشرع وهذا قرارات المجامع الفقهية. السؤال الثاني: من تعاملات شركات التأمين، تأمين نوعان، تأمين تكافلي إسلامي جائز تعامل معهم، تأمين تجاري غير تقليدي، فهذا طبعا صدر قرارات من المجامع الفقهية بحرمة هذا النوع من التأمين التجاري القائم على المعاوضة.
نذهب إلى آخر تعليق ربما وسؤال لدينا، لأن الوقت قد أهمنا فضيلة الدكتور. مدني يقول: تفرض الدولة هنا في الجزائر على البنوك كتابة عقدين، عقد البيع وعقد الهبة في عقد واحد في إطار البيع بالإيجار، أفيدونا ما الحكم الشرعي؟ يعني حقيقة هو الأصل إحنا في قرار المجمع أن يفصل بين عقد أولا عقد التأجير، ثم بعد ذلك في النهاية يكون هناك عقد البيع ويكون هناك هبة. أما إذا كان هبة معلقة فهناك بعض العلماء أجازوا، وخاصة إذا كانت الدولة قررت ذلك أرجو أن لا يكون بها بأس إذا كانت الأمور في هذا المعنى. أشكرك الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لحضراتكم لحسن المتابعة. وقبل الختام نذكركم بأننا سنواصل الخميس المقبل الحديث بالتفصيل عن عقود المضاربة وحكمها الشرعي، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله.